والله اولا اشكر بادي ذي بد اللجنه المنظمه لايدك والدكتور عبد السلام المدني. صراحه المؤتمر يعني لما كنت اتصور انه يرتقي مثل هالحضور وهال المشاركات من مختلف انحاء العالم، صراحه يعني ما اقول صدمت لكني انبهرت ويعني فرحت بالحدث والمشاركات المختلفه. تمنيت اني شاركت في المؤتمرات السابقه. احنا ننظم مؤتمرات في السعوديه لكن ما شاء الله بضخامه والتنظيم اللي موجود هنا ما اظن راح يعني نستطيع. تظل دبي بلدنا وجزء من منطقة الخليج. والله أنا أقول الله يكون في عونهم بصراحة، يعني أبدعوا وما قصروا. شركة إندكس اللي ساعدت في تنظيم هالمؤتمر يعني صراحة يعني ما أظن في شركة في العالم تقدر إنه تواكب يعني عملها، لأنه هي زي اللي يبغى لهم قدرة على تنظيم الحشود. هذه غالبا إنه تنظم عدد كبير يصل لأكثر من 40,000 مشارك في خلال فترة بسيطة واللي هي 3 أيام، يعني صعب التحكم فيهم يعني.